هو معتز بيه مشغول بجد ولا خايف يواجهنا؟ ندخل في الموضوع على طول. سمعنا شوية معلومات وجاي نتأكد إنها مش إشاعة. معلومات إيه؟ عن غسيل أموال. أنتوا جايين لحد هنا تهددونا بالكلام الفارغ ده؟ إحنا جايين عندنا طلبات. فلوس لا ميس ترجع. مش ناقصة ولا مالين. شوفوا لي ناس فين؟ ما أعتقدش إنك هتلاقيها على مكتبها. ناس قولي اللي حصل بالظبط وما تخافيش. أدري قابلني بعد الشغل وعرض عليا رشوة وقال لي إني ممكن أشتغل سكرتيرة في مكتب المسيري لو اتعاونت معاه. أظن إن مفيش محامي محترم يرشي موظفة عشان ياخد معلومة. المهم دلوقتي أنتوا ليكوا عندي عرض جديد خالص. تاخدوا نص المبلغ اللي ما كانش عاجبكوا اللي هو 2.5 مليون مقابل إن أنا نداري على الفضيحة دي. حقيقي مش قادر افهم انت بتفكر ازاي. ده انت لو شغال معاهم مش تعمل فينا كده. افتكر في حد قال لي لازم تجيب شاهد. تجيب شاهد مش ترشيه. هو مش متورط في رشوه ما دام ما ادهاش فلوس. هو انا قلقان عليه مثلا؟ عرض رشوه زي دي هيسوق سمعه المكتب وانت اول واحده يا فريده. هو انت عرضت عليها رشوه؟ رشوه ايه بس؟ هرشي واحده شغاله CEO اسيستنت في اكبر شركه مقاولات في مصر انها تشتغل سكرتيره في مكتب محاماه؟ أكيد لا. يعني أنا كنت بطمنها يعني عشان لو هي اعترفت على معتز وهو طردها من الشغل إنها هتلاقي شغل. يا راجل ده أنت حتى ما دورتش وراها. الله. طب وأنت ما دورتش أنت ليه؟ عشان المفروض إن حضرتك اللي جايبها مش أنا. غير إنك المفروض محامي قديم عارف أنت بتعمل إيه. زين كفاية. حد فيكو هيروح للميس دلوقتي حالا ويبلغها بالعرض اللي موجود. عايز أقفل القضية. أكيد مش أنا. ولا أنا. اوكي انا هروح لها. فريده اكيد لو حد هيعمل حاجه مش هيكون انتي. احنا اتنازلنا عن اتعبنا في القضيه دي عشان نعوض الست عن وقتها اللي ضاع وفلوسها اللي ضاعت. فلوسها دلوقتي قلت النص والوقت مش في صالحها. تحب نعمل ايه؟ انا هتصرف. ما تصرفتش ليه من الاول؟ عشان ما كنتش شغال لوحدي. سيبيها لي وانا احلها. 48 ساعة يا تلاقي حل يا خليها تقبل العرض. ما كنت تنقطها بالمره.